أنا صفيت صفيت من ربع النوايب علي يا بي من ربع النوايب علي صفيت صفيت خابط مايهم وش كثر أنا صفيت يا يابا والله صفيت صفيت أنا صفيت إش قلت يا أخوي ويا عداي ويا عداي صفيت صفيت الضحى وبيرغ حرب شايل علي 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 اي انا دولة عبده اي اولى ابن زمان محسوبة من العمر كل يلين يقضيه ومحسوبة من الدهب كل خطوة نمشيه
يبقى دور حبيبي موفي وامشي بدربي نور وعينك على صاحبك ويخفى وتظل طهور ودور حبيبي موفي وامشي بدربي نور وعينك على صاحبك ويخفى وتظل طهور تقول مو بيدي الوقت مو بيدي تقول مو بيدي الوقت مو بيدي آه أيامي اللي تمر ورحلة بقطار العمر وأيامي اللي تمر وسفرة بمرافق تريد تسميه الله عليك تعيش وتسلم أبو أركان الفنان المبدع محمد السامر حقيقة صوت الزمن الجميل وأيقونة الفن المختزلة في محافظة صلاح الدين مثل ما تكلمنا خلف الكواليس أنه عمر هذه الأغنية هي بقد عمري ما شاء الله ولا زالت وستبقى إن شاء الله على المسامع بهذا الصوت الشجي والجميل. ودي أسألك فنان أبو أركان، ما شاء الله أنت عندك جماهير وعندك شعبية واسعة، كيف تتعامل مع المتلقين حول الأغاني وانت ما زلت ما شاء الله بين فترة وأخرى نشوف أنه لك إصدارات جديدة بأغاني جديدة بكلمات معبرة جديدة، فشون تتعامل مع المعجبين؟ خلينا نقول الحقيقة اللي يغني صح كل العالم تسمعه. نعم فعلا، ولا يقول لك انه الاغنيه السبعينيه او الاغنيه الطربيه ماتت، لا مستحيل. لكن اكو هوايه من الجمهور ما لقوا مطرب يغني عدل ويغني صح وما حد سمعه. اللي يغني صح حتى اذا كان بالموال كلها تسمعه. يعني انا جربتها خلال عملي. ما في يوم انا غنيت وما حد ما سمعني او احد طلب من عندي اغنيه شبابيه من هاي اللي موجوده على الساحه. من اغني يعني حتى ماكو واحد يقاطعني نهائيا.